التفاصيل اللي عندي هو كونه حوالي الساعة 8 صباحا شخص يقوم بالاعتداء على زوز إطارات تصحيح حلول، هم زوز عوان، هم زوز إطارات بسكين في على مستوى ساحة باردو. على إثره بالضبط تم نقل زوز إطارات للمستشفى وتمكنت الوحدات الأمنية الموجودة على عين المكان غديكا من القبض على المعتدي هذا وحجز السكينة متاعه، وحاليا هو توا في الإيقاف، معناها رهن الإيقاف. التصحيح الثاني هو أن استغل المنبر متاعكم وغراج في بعض الوسائل اللي كونوا فما عنا إطار توفى وما توفاش ولله الحمد، وحاليا في العناية المركزة الحمد لله لحد اللحظة هذه، وإن شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل لزوز إطارات متاعكم.